أعلنت الإمارات اعتماد الاستراتيجية الوطنية للسياحة حتى عام 2031 بهدف جذب 100 مليار درهم استثمارات سياحية إضافية. وقال نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قال إن بلاده ضمن أهم 10 وجهات سياحية في العالم، وأضاف أيضا أن الإمارات تستهدف رفع مساهمة القطاع السياحي إلى 450 مليار درهم من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2031.